دعينا بهذه المناسبة 15/5 اللي هو يوم النكبة إن احنا نقوم من ننطلق من محافظة نابلس إلى طول كرم لإحياء مهرجان اللي راح يتم في جامعة خضوري، طبعا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بلدية نابلس، تجمع الفصائل وعدد كبير من المؤسسات برضه كمان في هذا الاتفاقية هي تمت بيننا وبينهم لإحياء ذكرى النكبة، ونحن تم تجمعنا في محافظة نابلس، وكان معنا للأسف كان معنا عدد كبير كمان من ذوي الإعاقة، إلى أنه الجو والوضع وكان هم لأول مرة أنهم بيشاركوا في هذا النشاط فما قدروا يتحملوا فاضطروا أنهم ينسحبوا، وظليت أنا والأخ هنا مستمرين في هذا النشاط مكملين إلى مهرجان في طول كرم في جامعة خضوري في طول كرم. رسالة لكل العالم أن احنا عائدون اليوم أو غدا أو بعد غد سوف نعود بإذن الله. والله في بعض الشباب الجو ما انت شايف مش مساعد شوي ولفش عنده لياقة ولفش عنده طبعا في رجع شب. في شباب سبقونا بالسيارات يعني احنا لإرادتنا والإيمان إنا هذا هو اللي دفعنا هو اللي أعطانا قوة للمسيرة لطول كرم.